وهلو هلو، اهلا وسهلا فيكم بقناة رانا هوم. برافو، بقناة رانا هوم. بفيديو اليوم رح نعمل تحدي اكبر برنجلز بالعالم. بدي كلكم تكتبوا لي اذا في حدا عمل هالفكرة قبلي او لا. ان شاء الله اكون انا اول وحدة رح اعملها، وبعدين بعد ما اعمل هاد البرنجلز رح روح لعند مدرسة خلودة وجيبه وفاجئه ونشوف سوا ردة فعل. قبل ما بلش الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة. يلا نبلش. أول شي بدنا نعمله بهذا الفيديو إنه نحط خطة كيف نبني هذا البرينكلز. هاي الصورة قدامكم، كيف نحنا بدنا نبني. أول شي نحنا بحاجة لكرتون لحتى نعمل هاي العلبة والغطاء، فبس رح أكتب أنا عندي هون كرتون. تاني شي بدنا نلون هاي العلبة لأنه البرينكلز بيجي ملون، فلح جيب ورق ملون يكون للزيت، وهي ورق ملون تلزيق. ثالث شي بدنا يا للبرينكلز مثل ما شايفين الرسمات يلي عليه، الوش والكتابة والهي الشغلات، فبدنا كمان ورق ملون نقصقصه ونرسم عليه هاي الشغلات، فكمان لح اكتب ورق ملون بس ورق عادي فينيل. هيك بيكون صار عنا خطة لحتى نبلش نبني البرينكلز يلي قدامكم سوا. هلا اول شي بدنا نروح على السوق نشتري الاغراض يلي كتبناها على الورقة. يلا نبلش. المهمة الأولى إني لاقي كرتونة كتير كبيرة، إجيت على هذا المحل واشتريت كرتونة كبيرة، بعدين رحت على محل تاني واشتريت علب برينكلز. هاي نسيت اكتبها بالخطة مشان نعبي علبة البرينكلز فيها. أكيد العالم استغربت، قال لحالهم شو بدها بكل هالبرينكلز هاي. هون رجعت على البيت، كان الوقت متأخر وما في وقت اني اشتغل فيها للبرينكلز، فقررت بس لف الكرتونة اللي اشتريتها مشان تاني يوم لاقيها جاهزة. واخيرا اجا تاني نهار الصبح، مديت الطاولة وبلشت شغل فيها، واول مهمة لح تكون انه لزق عليها ورق التلزيق الملون. وبعد ما لزقتها لح لفها، وبعد ما لفيتها لازم نلزقها بفرد السيليكون ببعض. وبعد ما لزقتها صار وقت نعمل لها غطا. حطيت كرتونة تحتها ورسمت دويرة مشان اعرف حجم الغطا، وهلأ صار وقت نجهز الغطا وندهنه. وهلأ يا حذركم شو صفي أحلى شي بالنسبة لي هو الرسم، فصفي علينا نرسم. حطيت علبة البرينكلز قدامي مشان أرسم الشغلات اللي محطوطة عليها، وهي قهوتي لأنه كنت بدي صحصح فايقة من الصبح وجعت عملت أندومي. وهلأ خلونا نبلش نرسم. أول شي عملت الوش وبعدين رسمت كلمات برينكلز. بعد ما خلصت رحت ركدت ركض لحتى لزقهم على العلبة، لأنه هذا شعور بجنن على فكرة. وأنا عم لزقهم كنت مبسوطة إنه عن جد صارت تشبه البرينكلز، وهي لزقت الكلمة وتحت كتبت إنه هي بنكهة البابريكا حطيناها. وآخر شي صفي علينا نرسم البسكوتة، البسكوتة نرسم حبة التشيبس، فهي النقط صدقوني قعدت فيها نص ساعة بس وأنا عم نقطها للبسكوتة، قصتها بهذا الشكل، ولازم نحط نقط مشان تعطينا إيحاء إنه هي عن جد حقيقية. وبعد ما هلكت فيها صار وقت إني لزقها. وأخيرا وهي الكركبة يلي طلعت من ورا هالبرينكلز، ضليتني ساعة نظف فيها. هيك البرينكلز صار جاهز، يا رب يكون عجبكم. والله تعبت فيه، بدي رأيكم الصريح بدون مجاملة، حلو ناجح ولا لا؟ بس
بس هلأ بدي جيب خلودة هو لح يعبي البرنجلز اللي اشتريناه بقلبه. خليه ينبسط شوي ونشوف شو ردة فعله سوا. يلا نروح. وهي خلودة وهيك على نار أعصابه، قاعد على أعصابه متحمس إنه أنا قلت لهم حضرت لك مفاجأة. تعال خلودة. شو خلودة، شو يا حزرك، شو يا حزرك في فوق عم يستناك؟ والله ما بعرف. ما بتعرف شو في فوق عم يستناك؟ أبداً أبداً. في شغلة كتير حلوة عم تستناك فوق خلودة. يلا تعال نطلع نشوف شو عم يستناك. يا غمض خلودة، يلا فوت، بس خليك مغمض. Keep closing your eyes. Yeah. خليك مغمض. ها خالي هاي مغمض، طلع عيونه لأني بدي أحط الكاميرا قدام ونشوف شو ردة فعله. يلا 1 2 3 open. ماما مو اتفقنا نعمله سوا؟ هيك ما استنيتيه وعملتيه بدوني؟ والله انا كنت حابب اشتغله انا وياكي سوا. ان شاء الله كمان حطيتي تشيبس بقلبه وما استنيتيني، والله لحتى ازعل كتير. لا خلودة ما حطيت فيه تشيبس، انا اسفه فكرتك رح تفرح. يس خلص، اذا ما حطيتي تشيبس عادي مالي زعلان. هلا انا بحط التشيبسات ولا بقى تعيدي يا ماميتو؟ كتير حلو. هلا بدك تعبيها انت هي برينكلز. اوكي اميزنج. وانا قاعدة صورك وانت قاعد عبي فيها. اوكي اوكي ماميتو. يلا هلا بدك تحط في قلبها برينكلز. يا الله شعور حلو. عم اهلك كيفو جايز؟ يا ريتكم معي تساعدوني، كتير تعبت وانا عم عبي. والله يا ريتكم كلكم معنا عشان كمان تجوا تاكلوا معنا هالبرينكلز كله. خلوده هيك حبه حبه بحياتك ما بتخلص يا ماما. لا يلا شوفي امتلى صفيان، هي اخر حبه. ماما معلش هلا فوت لقلبه مثل هديك المره وقت عملنا اكبر بوشار بالعالم وقعدتيني جواته. بليز خلينا نجرب. لا خلوده ما بصير، هلا بتفعبس الشيبسات وبتوسخهم، نحن بنعطيهم للعالم. كل وحده. يا الله مالي مصدق ان عملنا اكبر برينكلز بالعالم ماما، يعني قلتك منفوت على موسوعه جينيس. كثير حلوه مو معقوله؟ بدي اياكم تخبروني نجحت بالمهمه ولا لا، وهي اكبر برينكلز شفتوها بالعالم ولا في حدا غيري عملها؟ خبروني بالتعليقات. ان شاء الله تكونوا هيك حبيتوا الفيديو. هلا هدول رح تسالوني شو رح نعمل فيهم. رح نحطهم باكياس ونوزعهم، رح نوزعهم لرفقات خلوده، لرفيقتي رح اعطيها، لساتهم نضاف، رح نرجعهم على العلب ونوزعهم، مو هيك خلوده؟ بلا هيك ماميتو. ماما خذي لي كم صوره جنب هالذكرى الحلوه. وهيك يا تقبشوني بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، وخلوده قاعد وعم ياكل بهالبرينكلز. ومني من خلوده بنقلكم باياتي كثير، باي باي.